السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. جينا عند ميامنا بعد ما سال العرس اخوات الدار ومشاو الحباب، عرفتي الدار المتسبين تصفر خلات علينا، والله الا خلات بالله القسم. قالت لكم ميامنا ضروري تجيو بعدا غير تعمروا عليا شوية وتواسيوني، راني ولفت الدار عامرة ولفت صغاري والغياطة هنا كيما كنقولوا اخوات الدار جا الاكتئاب والله القسم. واش حيت كتفكر اميمه غتمشي وتخليها، واش حيت خوات عليها الدار ما عرفناش المهم شنو كاين. المتتبعين نبغيكم عافاكم تخليو اميمه راكم مونطيرات زوينين في المستوى، الله يعطيكم ما كتمنوا المشاهدين. داكشي اللي كاين لا تيتيش لقات لها الوحم حتى هي ما نعاودلكمش، ما كاين غير هو وما كاين غير الدار. الله العظيم وتحيه للمتتبعين كل ساعه ما كنا كنبدل حوايج كنلقات تبعيها مره مره والله تخيلت عليا في الطوموبيل. المتتبعين اش غنقول لكم اللي ما مجربش هذه المرحله، الله يسمح لينا من حق الوالدين، قول الله يسمح لينا من حق الوالدين. شوف مسكينه الوالده ديك شحال داز عليها، وشوف ماما شحال داز عليها. الله يسمح لنا منك اسيدي الشنتيه، ايوا حتى داز عليك في هذا العرس والله وحامله، ومازال حنا بعدا ماشي مشكل، ولكن الحمد لله كان دازت عليا، ولكن بالوجود ديال بزاف ديال الوجوه كانوا واقفين معايا ما غنساش هذا الشيء. هذا غير خرج البيبي عندنا تي صغيرات غير خرج كيدير كون احفظ ديك صلاه وسلام يعطيك العافيه مسخوط. اكبر واحد كيدمر على مراتي هانيا اختي انا لاباس عليك هانيا انت مزيانه شبار حر من هذيكم اودي دازي ياك اختي هانيا. ايوا الله يحفظكم الله ينوركم. ميامنا بعد ما رمينا الفيديو ديال الكرعي اللي جبتي لينا والحمر راس المشاهدين قالت احسن ام في الدنيا هي ميامنا. اه والله الا احسن كرات بنتها وجابت لها الكبده الله يخليها ليا يا ربي الله يحفظها ليا وسهل وكل خير اموين والله يعطيكم راحه الله والله الا دوز ليها يا سي لمين ما تقولش انا مزوقه حسيت الله ما تدوز. انا عارفه الوالده والله ما تدوز لها بصح لي واخا تنصبهم في دارها وتقادهم وتبغي تاكلهم والله ما تاكلهم بلا بيا ومسكينه جات ليا حقي وهذاك الشيء. وهاد النهار هذا كتبان لي الدار خاليه وخوات والله الا دار 12 12 محطوطين غيرجعوا. اش غنقول لكم واحد الحاله زعما ما بغيتوش نبقى هكا الدار، ماشي ماشي احنا غنعمروا عليك اميه من المسجد جنان خرجا ايوه جنان خرجا راه فيه على ملي كتكون الدار عامره عليك وتتخوى راه كيجيب لك الله بحال ساكن شي جن هنا ولا شي واحد يخرج لك من هنا والله تهيؤات ولا يخطي الوجوه ولا يخطي الحباب اللي عمروا علينا وعمروا علينا الدار وتبارك الله داج داك السي زويون. ودابا يا امي منى ارتاحي وتسنطي عظامك دابا عاد رجع لينا العيا. واش شفتوا راسكم بعدا؟ ها؟ شفتوا راسكم بعدا؟ وصلنا لك بوجه الله ويلي 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 ما قلتولناش يا ياسين انت مصبح عليا لبسي لبسي وحاضيني غير انا وسيت انا سير سير الكاميرا خلاص شوف بعدا هي شوم عليك اميمه سير سير اختي والله يحشم عليك اميمه حرام عليك واسر بي اميمه ما تجيبش الروطه اميمه تمشي معنا غير هكا. شوف كاين شوفي البرد كاين برا يلاه معنا غير هكا. اقسم بالله الا جاك تريكو واعر اميمه والله الا تفوجي معنا ما نقدرش نخليوك بوحدك والله. لا غير سمح لنا ها تبر المتتبعين اميمه عاد كانوا عندها الضياف زميطه اميمه النهار صايبناها ما كليناه ها هي ما قالت لي انا ما دقتهاش صراحه انا اللي ما ديتش اليوم يعني الطاسه ديالهم ضاقه ان شاء الله. عارفه اللي كاينه ميه من ديك الناحيه كيف ما كتشوفوا معنا بعد هذا النهار هذا مشيت للحمام بالصحه والله الا بان عليها السر ديال اختي سناء الله يعطيها الخير والله يسهل عليها. واحد الحمام غزال كنمشي ليه ومسكينه كرماتني مشيت عتي فاتيكي وتهلت في هذيك الانسانه ما نساش الخير. تيتيش فاسك بان كابينك وبين ماماك شبه كبير والله القسم بينك وبين ماماك شبه كبير الله يخليها لي ربي وانا ما شبهتش امي شكون غنشبه شكون يولدني وشكون يتعذب عليا وتمحن عليا تسع شهور الله يسمح لنا منك اختي التربيه ديالي كتقول لي انت صعيبه من خوت كاملين وانا صدقت حنينه فيهم كاملين والله الله العظيم قالت في دوا ما حسيتش بها قال لكم اي ما حسيتش بها غير كتوصل عندي كتقول لهم تي تجد وزات عليا وتنقول لها ويلي امي ويلي امي رفاش ليا وانا يعني الحمد لله اللهم لك الحمد كنشوفك فرحانه وكنشوفك قال كان فيا شي غوات
قال لي ياسين كنت جعواقة. دابا خاطي ما واش مليتك في البنت ولا ما مليتش؟ لا لا ويلي راه بانت تهبط بالله ما مليتش. كانوا كاع فهاد اللحم مخسرين ليش مساكن كاملين تصحى. ايوا ضروري الله يخليهم. وجاب مسكين 7 كيلو د الحوت. والله الا 7 كيلو اللي جاب مسكين حيت سمعني سمعت مول الحوت قال الحوت قلت له عمي والله الا مول الحوت هو يمشي مسكين جاب 7 كيلو صراحه رد البال مع تيتيشان مشايرين مالين الدار حسن قال لي مسكين مشيت حتى مشى حتى للمزدر يجيب لي الكرموس وما لقاش قال لي والله بغيت نجيب قال لي داك الكرموس اللي تشهيتي منه والله العظيم عاد تبقى فيا عزت عليا في ديك اللحظه امين امو يمنى تشمل مجموعه ان شاء الله امين امين دابا واش تمشي معنا ماما ضروري 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 عافاك اختي ولا كانت عيانه شو ماما اصلا باقا مسكينه عيانه ومستريسه شو مع الارس والله الا راه عتي دست عليا والله انا دابا عاد خرجوا الضياف مني والله باقا كتشربي الدواء اه دابا كنشربوا تشربي الدواء ديالك وارتاحي عرفتي راه دارت ويفي جديد كان عندها واحد الويفي مسخوط حيداتو عليا دارت ويفي جديد والله الا دارت واحد الويفي واعر وان شاء الله يا ربي غادي نخلي ماما مرتاحه في دارها وان شاء الله غتكمل الدويره ديالها وتمشي ليها عاوتاني بواحد الفرحه وبواحد واش غنقول لكم المتتبعين حتى خطوه ما غنديرها ان شاء الله الا وغتكونوا معايا فيها حيت بديتو معايا خطوه بخطوه في هذه القناه الله يكبر بكم كما كنتوش نتوما راه ما غاديش توصل الوالده لشحال من حاجه ما كانتش غتلحق ليها ولكن لحقتونا ليها الله يلحقكم للجنه ان شاء الله تشوفوها بعويناتكم ويحفظ لكم وليداتكم بارك الله عليك تيتيش المتابعين علينا الكرام كان الويفي مقطوع عند مويا منا في الدار ودابا ان شاء الله يا ربي راه كاين الاشهار ها حنا دابا الوالده فاش كانت جات عندنا مويا منا راه الفيديوهات كنصوروهم جداد يلاه المعلم خرج يلاه كيخرج المعلم من هنا ها هو ريكل هادشي هذا هنايا هذا هادشي مازال يتخبع مور التلفازه هاد الفيديو هو اللي صورناه البارح راه اليوم الاربعاء غدا الخميس غدا غنرميو لكم الفيديو الفيديوهات كنصوروهم لكم جداد كيبان عليا الحال تتبان لك هادي تيجي هادي زعما اسيت عليا الانسان والله كنبغيها لا سيدي لا شوفيها مزيان مزيانه كتراس التلفازه وي فيها عند مويا من الفيبر طيارة فازة كبيرة أمي لما قنعتهاش هادي نجيب لها وحدة من الحيط للحيط ربي يخليها والله اللهم قنعت تعجبك راه شحال من مويا من عندي غير مي وحدة في عيني غنديرها وسد عليها وشحال من حاجة باقي إن شاء الله غنديرها لمي وغتصدمو غتصدمو المتتبعين بالفرحة إن شاء الله يا ربي لأنه بصراحة الله كاينين بزاف ناس كيبغيو لي الخير واللي كيبغي لي الشر خليت ليه الله سبحانه وتعالى أنا كنبغي الخير للناس وربي كيلاقيني غير بالخير وحق الله كاينه بزاف المفاجات غتشوفوا مور هذا العرس مباشره ان شاء الله مياه منا هاتي لهنايا بارك هاتي ما تحرقيناش المراحل بارك ان شاء الله يا ربي كيف ما حققنا الحلم ديال الدويره وبنت غيتحققوا بزاف الاحلام كنتي قلتي لي واحد الوقيته قلتي لي ما عمرك كنتحلم كنحلم ان ماما ديالي يا سيني لا نقول لك واحد الهضره دابا كنكون دايزه دابا هاد الهضره ما قلتينيش عليها وما سولوني الناس عليها وما حتى حاجه اقسم بالله الا كنحلف لكم عن صفاء القلب وانا حامله يعني ما عارفه شنو غيوقع لي من غدا الا فاش كنكون غاديه في الشارع وكندور وجهي هكا كنشوف ديك الدار تبارك الله وطلعت احسن دار تما في دوك الديور كاملين وحق الله زعما تحيه للجيراننا ولكن طلعت احسن دار حيت علاش قلبها زوين هاد الانسان هادي قلبها زوين كتبغي الخير للناس والحمد لله واخا ما عندناش خونا درنا داكشي اللي غايديروه الدراري درناه قمنا به وقفت مع ماما الحمد لله وهاد القناه هادي راه ليها واحد الفضل كبير كبير انا ما كنساش الخير ديال المتابعين ياسين راه كون ما كانوش هما والله شي حاجه ما غتكون والله العظيم دابا غنتسناو اميمه ان شاء الله تلبس عليها العروسه ديالنا وغتشوفوا فين غادي نمشيو توحشنا الصلاه والسلام سلام الله يلا ما ضربت الحطه والله صافي صافي لا ولا 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 صافي امي ما حقا ربي لا السر بالله يا لا امي ما درتش فيا الكفر اللي جديد لا ما تقوليهاش يا امي ما تبري ليا مع راسك با 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 عرفتي كي ولا بيت الناس خاطير شي 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 شي
كاع ما كملناش والله الا اميمه بخ... الا خالتي يمنى اقسم بالله ما كملنا خالتي يمنى كثر عليك الكوفر اللي تعطينا شي واحد ضروري ضروري تهز اللي بغيتي ياك خالتي يمنى الا خالتي يمنى الله تختار بيدك وهز غديك تجي معايا داك ديال الرمانه وهرطان قالت لها قالت له خذ قال لها خذي الحاجه دريت شيك على قلبك وزادت وحشات وفي الصندوق والله الا صراحه الله ياسين هاد الملايه هادي بنت عيادة سعيدة جابتها لي وهذه ديال اختي عيشة ما صورناهاش ويلي ونسيناهم والله الا نسيناهم غيبقى فيهم الحال وكيتبعونا لا لا وغيتبعونا الصراحة والله الا شي ثلاثة ولا أربعة ديال الكادوات اللي ما صورناش ماشي مشكل اللي ما صورناش راه غير بالفرحة راه اللي جاب شي حاجة غردوا له ان شاء الله في الساعات الخير الله يفرحكم ويعطيكم شي فرحة في داركم وانت حنا نجيو لالا بالكادو هو شوفي لي أميمة ويلي صبابات أميمة هلا أميمة الله العظيم اكرام الشماليه الى الخياطه الى شي حاجه فوق 10 على 10 الشماليه تبارك الله عليها واختي فاطمه الفاسيه ما نساوهاش حتى هي انتما الخياطه لا ولا جات فاطمه الفاسيه شوف لي ليلات كيف طول عليكم ما تيتيش لا 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 واك هما معلمينا علمينا وهي عروسه دابا خصها تعلى وتبان يلا اختي يمنى شي واحد تيصوني تيتي شوين هو الايفون لا هذا الايفون اللي كان جبت لي اختي في دواء تبارك الله ها هو هذا ايفون 15 برو ماكس او تيتي عاوتاني الايفون ديالها ها هو هذا شكون ولا 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 خالتي سميرة مسكينة سميرة عندي التليفون جابتها مسكينة لا بقى سميرة هي كتصوني بالله صافي خليني نساليو التصوير ونهضرو معاها ان شاء الله يا ربي دابا ماما نخليو الله إلا أمي منا طاح السر بالله صافي طاح تمشي شي أختي طاح زكريا في الكاسة هلا أمي ما مشوية عليا هلا أمي ما هذيك لا الله إلا أمي ما إلا كلاس داخت أمي ما داخت ما شاء الله عليك اختي أمية بالاخص ليله العرس ما شاء الله والله غزال الخياطه د اكرام اللي بغى يخيط اكرام والله الا فاسيه هذا هو الخياطه والله الا عطيتها زيت واحد المره عطيت النمره ديال فاطمه ماشي كيسولنا والله مشات ماما تعرضات كيقولها في خيطته اشوف راه انا في المنس راه ما نفيقش يا والله خالتي يمنى حنا مشينا تهلاي في راسك اميمه غنديوها معنا دابا ان شاء الله تشوفوا اميمه فين غتمشي معنا امي يمنى خلي لك الراحه تي تجري شي كاب عليك البرد على حساب البيبي باش البيبي ولدي ما يضربوش البرد والله الا سي راه في دلام شفتي زماني الله يخليه لي امين سي سي خلي لها ياسين والله راه كوب الوار مشيت وحنا دابا كوب الوار والله الاول ما كنتيش مصدقين لا ميما لا ما كنتيش متيقين الماضي تاع اختي تنسى راه دازت عليا اختي دازت صعيب باش ننسى الماضي شوف القصه كتبت والله الا غنكتبوا شي كتاب انا وياك اقسم بالله خالتي يمنى والله الا خصنا نديروا شي كتاب بالله كتبوا فيه الماضي ليس لا الماضي ليس الماضي لا يعود القصائص الخصائص بعدا حتى غيطكي عليه شويه البرد صح 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 البرد الكريشه بدات كتبه الكريشه ديالي والله الا بدات كتشكل شحال البرايين كل خطره تلقى ندوز عليه والله الا حتى دابا برايين عرفتي تبارك الله عليه عار وكيجي عندي يقول واش اختي واش اختي كضحك معايا واش اختي كديري هو كنبقى ما نحسوش بان زعما حامله صافي غانا يعني غادي كنقولوا انت هو كلشي انت هو ولدي من الاشهر من الاسابيع 23 و24 قلت سبحان الله الولد اللي في الكرش تيولي تيسمع اي حاجه دايره بيه تيسمع صغاري داكشي صح لا اكثر الام ديالو تيولي سمع حتى شي صوت كيذبح من الداخل والله تولي فهاد قال لك لا لا ما كنتش دابا ما كاينش كيسمع تما قالوا لي الدنيا دابا يلا طالع في 3 شهور يلا طالع في 3 شهور دابا ان شاء الله يا ربي امي يمنى تمشي معنا ولا لا؟ امي ولا وليد واش غنقول لكم دابا سير صافي خليو امي يمنى عيات مسكينه خليوها ترتاح يلا امي يمنى مشيو على بركه الله يلا متابعينا الكرام انتظروا ان شاء الله تشوفونا فين غنمشيو وغتعرفونا فين غاديين تيتجه المود ديال النعاس والله الا صافي انا راه التليفون يلا امي ما سربي راسك انا كنقول لكم غير الحقيقه كيجيني النعاس ماشي عادي ماشي عادي زعما توفى مسكينه البيجه تاع هي راه قالوا ليا كيقتلها الناس مسكينه يعني هادشي هذا تملي يكون على شي بنيتات
شاء الله يا رب بحول الله. الله يفرحكم من أمين. الله يفرحنا إن شاء الله كاملين ويفرح بنيتات العالم كامل. أمين. اللي كتشهد شي حاجه في خاطرها هو يعطيها لي كونغو. نمشيو بالسياره ديالنا المحبوبه ورا الكونغو. راه عمرها دراتي شي شي كونغو. انا كتعجبني كتعجبني كاف السوغان ديالها زوين. ما كتشتي شتي شي كاميرا شتي كيسي. هانتوما عطيت قدام الدار ديالنا كونغو ديالنا فنا على مزينه واخا مكرفصه مغبره ولاني قاديه الغرض الفلاحه وتمارا. حنا بهاد الحوايج الحمام نمشيو نوريهم الاسطوله. هاد الاسطوله ديالي المتتبعين وصاكي الاسطوله وداك الشيء مشيتي خاتي من شي وصايه غتجي توسك 100%. شنو ماما بدور معنا وقرا غازيه ها وعندكم تخليوني بوحدي اجيو. لا صافي نجيو لا لا غادي نرجعوا دغيا ان شاء الله ماما باش نتعطلوا. انت تشوفي فين غنمشيو. ارانا اميمه ارانا اميمه ارانا يا اختي طاح عليك السر. حقا ربي راه عروسه عالميه. طاح عليك السر انا اختي وحبيتك تبارك الله عليها تبارك. اه اختي شوفي شوفي هزي دوك الجلدات. لا غير ديك حزوم لا اميمه جلده لا هادوك الجلده ديالي المتتبعين غوز يا ست الموز. انا راه ما تنديش داكشي بريستيج شي هي اللي تعطي الحمام يا سي. يلا تحيه الناس ديال التيم. راه كاين الناس اللي دايرين التيم صافي. انا دابا كنصور كنصور يا سي. يلا المهم المشاهدين تهلاو براسكم. المهم مسكينه مع السطوره ديالي وتهلاو الناس باش بغاونا بغاونا بهاد البساطه الشعبيه 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 يا سي. كنكبروش ولا كنعيقوا على الناس ان شاء الله يا رب. شوف الله يخلينا في الصباغه ديالنا. عرفتي ما تصوريش عرفتي اميمه التواضع لواحد الدرجه ما تصوريش. شوف ياسين حضرنا الحبيبه دار محبوبه الحبيبه. ايوا خويا حنا غير انسان شكون حنا باش بقاو نتكبروا. برافو اميمه هكا اميمه اختي باني ليا عندنا الحق نهائيا. حنا غير انسان كنبقاو كاع ما حشمتي بينا اميمه ربيني كاع ما حشمتي بينا اميمه. انت شكون اللي كيغنيها ريان؟ والله الا ريان كيغنيها اقسم بالله وتيقول اميمه كاع ما حشمتي بينا. الله يحفظها يا اختي. ايوا ان شاء الله حتى انا ياسين غنبدل البروغرام غنولي غنولي نبدلو غندير له موديفيكاسيون غندير له موديفيكاسيون. ياسين بزاف الناس كيسولوني على البيرمي. البيرمي البنات راني داخله هادي سيني. اها بصح امي شوف خلي مفاجاه البيرمي عاوتاني خلي داك الشيء شوف خلي داك الشيء اكس ان شاء الله يا ربي حتى غنشارك معكم انا اميمه ان شاء الله. اويلي شد انا بيرمي ديال الطياره نشدو مالها. شوف المراه فين ما دارت راسها تقضي. يا والله زعما هادو كاع اللي كيسوقوا معنا. المهم المتابعين احنا وصلنا تهلاو في راسكم معنا والكماله في محبوبه تيفي ان شاء الله. انتم غتشوفوها.